مرحبا بكم حبيبي متتابعيني، نتمنى تكونوا بخير. مبروك علينا هذا الشتي، وتبارك الله تبارك الله صبات بزاف الليل وبالنهار، الحمد لله ونشكره يا ربي، عطانا على قد النفع يا ربي. العشيه قبل من المغرب خرجت انا وبنتي للسويقه، تقدينا غير الباغيت وحديتو، طلعنا للمنتزه ديالنا. والمهم مشينا كنعطيو البط والوز، كنعطيو خبيزات، كانوا جيعانين مساكن، دوزنا وقيت زويون معاهم. صافي رجعنا للدار وقديت واحد الطويجين ديال واحد الطويجين رائع، تقول غير كفته. المهم سميته انا الكفته الكذابه. هاد الطويجين هذا غادي نصايبو غير بهاد اللفت الموف، المهمات الموفيا هادي هي اللي غادي نقادو بها. كناخد دوك الفتات الموف وكنقطعهم، جاتني انا قاصحه في التخت في سميتو في التنقيه، ما عرفتش علاش. المهم نقيتها مزيان وصافي غندوزها في المحكه الغليظه، نحكها مزيان مزيان. من بعد ما حكيتها غادي نشدها، غادي هذيك الفيته غادي نديرها في واحد الصفايه وغادي نعصرها مزيان مزيان دوك الاميال، الماء ما يبقاش فيها نهائيا، نحاولوا ما امكن. غادي نستعملوا يدينا، استعملت انا المعلقه ما باقي فيها الماء، ولكن استعملت يدي مزيان باش عصرتها مزيان مزيان من الماء. انا داك الماء ما بغيتوش يبقى فيها نهائيا. شوفوا المال الطبق هي تقات الماء بزاف بزاف، انا كنت تكون ناشفه يبقى نصر بيتي نصر بيتي حتى ما يبقاش فيها الماء. هذه الفته كيف ما كتشوفوا ناشفه مزيان مزيان، ودابا غادي ندوز للتوابل اللي غادي ندير فيها. المهم انا ما استعملتش التوابل بزاف، درت هنا ابزار والكمون ومليحه وشي شويه القزبر والمعدنوس وواحد الثومه حكيتها فيها والبابريكا تحميره هما اللي درت انا فيه. صافي صافي غادي نجمع كلشي بواحد البيضه. المهم درت انا هنايا بيضه ونص، لان درت بيضه ما كفانيش وزدت واحد نصيص ديال البيضه. صافي غادي نجمع المقادير كلهم مزيان مزيان بحال كنخوض الكفته. في واحد الطويجين غادي ندير داك المطيشه اللي قديت معكم اللي قلت لكم ديك خطره صايبتها. المهم داك الطماطم كنديرها، ما عندناش طماطم غادي نحكوها، نحك مطيشه المهم اللي كنحكو وكندير فيها شويه ديال الزويته، شي شويه ديال الابزار. هنا الكمون ما كنديروش في لاصوص، دائما تعلموا الكمون ما ديروش في لاصوص، الكمون كنديروه غير في الكفته. المهم هنا ما عنديش الكفته، انا درتو هنايا في اللفت، شي شويه ديال الابزار، شي شويه ديال الملحه، وشويه ديال زويته روميه اولا بلديه اللي كان، وشي شويه ديال القزبر والمعدنوس، وصافي هادشي كله هو غادي نشحرو نشحرو بلا ما. من بعد ما تشحر درت هنايا بصيله زدت ما، المهم تقطع عليا الفيديو، بصله حكيتها وحكيت كذلك واحد الفرع ديال الثومه.
وصافي هنا غادي نبدا نكور. شوفوا التكوى اللي كندير، كنعصرها مزيان، كنجهز واحد الكره وكندير بحال القمه الا بغيت نلكم كسكسو. المهم كتلعبوا بها مزيان في يديكم، هي دغيا كتصايب. المهم عجبتني كل خطره بقيت نلعب بها واحد شي بحال كنلقمو كسكسو باش كتشد راسها مزيان مع داك البيض. نبقى مستمرين غير بشويه علينا، هي صراحه راه زوينه عجبتني اللعيبات اللعبه هكاك ندير الكرات ديال الكسكسو. الصراحه عجبني الحاله وقديتهم بشويه وزعما ما كيتحلش، ما كتحلش الصراحه، تتبقى شاده راسها تتكور بسرعه. صافي ودرتها على نار، مهم حتى طابت ليا من التحت، وغادي نقلبها من الجهه الاخرى عاوتاني. غطيتها دائما لفت، مهم اي حاجه المهم كنغطيوها باش طيب مزيان. المهم انا هنايا نسيتو تحرق ليا من الجن وبغيت نحولو لواحد الطاجين اخر. المهم حولتو للطاجين الاخر كيف ما كتشوفوا ديال الطين، كيف ما كتشوفوا الكفته تنها صدقت راسي بلي الكفته الفته شاد راسها بقات مكوره بحال الكفته ما نقولش لكم. صافي المهم انا كنقلبها عاوتاني للجهه الاخرى باش طيب مزيان. صافي غادي نرجعها للعافيه حتى تطي، وغادي ندير فيها هنا ورق سيدنا موسى. ورق سيدنا موسى كتعطي واحد لوكو حتى هو بنين جواعر. هانتوما كيف ما كتشوفوا الطويجين ديال الكفته محطوط. صافي كنغطيها ونخليها حتى طيب على نار مهيله وصافي. وهنايا ما عنديش انا البيض، كيف ما تعرفوا البيض غالي. البيضه اللي نقص داك النص اللي زدتو في اللي درتو في اللفت هو اللي خليته خوطه مزيان، ودرتو عاوتاني داك النصيص الاخر درتو فوق من الفيته. عندكم البيض بكثره المهم فقصوا فيه واحد جوج بيضات. هذا الطواجين من بعد ما طاب كان زينو بواحد شي شويه ديال المعدنوس، المعدنوس مفروم. الصراحه ما نقولش لكم فاش كليناه، ما نقولش لكم بنتي كتاكل وزي صحاب ليها واش الكفته رطبه. ما صدقاتش بانها اللفته، تقول لي ماما كفته، تنقول لك جاتك الفته، تقول لي الفته ويلي يا ماما الكفته هذه. صراحه جابني جا رائع، نتمنى 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 تجربوا، اقسم لكم يمينا الى جابني. هو المذاق ديال الكفته لكن غير هو تيتكل الرطيطب. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، نتمنى نتمنى تجربوا الطاجين بالذات. تلقى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في امان الله، باي باي، الى اللقاء.